يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره نمارق يوسف الجاركي حياك الله معنا. الله يحييك، شكرا على الاستضافه. الله يسلمك، شكرا لحضرتك دكتوره. دكتوره حضرتك استشاريه في امراض الاعصاب والمخ او المخ والاعصاب. دكتوره اليوم اللي بنتكلم عن مرض باعتقادي الشخصي انا اشوفه صعب، والمعاناه مو بس للمريض حتى اهل المريض. صحيح. دكتوره بنتكلم اليوم عن مرض الصرع، شنو هو مرض الصرع؟ طبعا مرض الصرع مهم، البعض ممكن يعتقد انه مرض نادر، ولكن في الواقع يعاني منه اكثر من 50 مليون شخص حول العالم. رقم والله. صحيح. الصرع ينتج من زياده في دائما المصطلح كهربة الراس، ولكن هو لو نبي نعرفه طبيا زياده في نشاط الخلايا العصبيه للدماغ، فهذا الشيء ينتج عنه التشنجات العصبيه، ليس بالضرورة حركية في أنواع كثيرة، ولكن بسبب نشاط في خلايا الدماغ. ممتاز. دكتورة ما له علاقة في الناحية النفسية؟ هناك سؤال جميل. هناك أحد أنواع الصرع يسمى الصرع النفسي. شو يعني الصرع النفسي؟ يعني المريض يتشنج بالفعل، ولكن لما نشوف نعمل تخطيط للدماغ، هو الصرع ينتج من زيادة في كهربة الدماغ أو زيادة نشاط الخلايا العصبية، فلما أسوي تخطيط أشوف بالقراءة يبين أن في شغلات غير طبيعية، ولكن إذا كان المريض يتشنج وتخطيط دماغ طبيعي هذا يبين لأن هذا تشنج نفسي بسبب سواء كان أمراض كثيرة قد تؤدي إلى الصرع النفسي، ضغوطات الحياة، القلق، أمراض كثيرة ممكن تؤدي إلى أن المريض يتشنج ويقع، ولكن في الواقع لا يوجد سبب عضوي لهذا. ممتاز. التشنج. ممتاز. دكتورة نعرفه احنا كلنا أن مرض الصرع حالات معينة تصير يطيح المريض يتشنج بهالطريقة، لكن دكتورة في بعض الناس يصير عندهم مشاكل في كهربة الدماغ، لا طول عمره بنفس الوضع، طريقة كلامه يتأتأ فيها أو يكون شاط، طريقة مشيته ما تكون صحيحة، هل هذا يعتبر صرع دائم ولا شنو الوضع بين هذا وهذا؟ في الواقع نوبات الصرع شيء مؤقت، لا ينتج عنه حدوث مثلا خلل دائم او مشاكل في المشي، الا اذا كان مثلا نتيجه لعمليه مثلا كعلاج للصرع او بعض الاثار الجانبيه لادويه الصرع، ولكن هي نوبه صرع تحدث. نعم. سواء كانت تشنجات اللي احنا واختلاجات اللي احنا نشوفها، بحيث ان المريض تحدث له تشنجات حركيه ممكن تكون حسيه، في الاطفال بعض انواع التشنج الذهني احنا نسميه ان المريض يسرع او الولد او الطفل يسرح في المدرسه. لاحظ هالشيء المدرسه تقول ولدكم دائما يسرح، انا دي ما يرد علي. هو ظن منها ان الولد يعاندها، ولكن هذا الشيء غير صحيح. الولد تيله تشنجات فيسرح لفتره ثم يعود الى الواقع عند توقف هذه التشنجات. وفي كثير تشنجات اللي حتى في كبار السن ممكن لما تشوفهم يسرحون او ما يردون عليكم لفتره، العين تتجه الى جهه معينه، هذا شيء كنايه ان المريض يتشنج ذهنيا، واللي اكد هذا الشيء لما نسوي تخطيط الدماغ نقدر نلاحظ اللخبطه اللي تصير في التخطيط. ممتاز. دكتوره هل في حالات متطوره وحالات بسيطه؟ صحيح. يعني مثلا هل في واحد تحوش النوبه مره واحده، واحد لا تحوش اكثر من مره مثلا في الاسبوع، فشنو الفرق بين هذا وهذا؟ اكيد انا اساسا حتى اشخص الصرع على الاقل احتاج نوبتين من الصرع، بينهم على الاقل 24 ساعه. احنا نسميها ان بروفوكت، يعني شنو؟ ما في سبب يفسرها، مثل لخبطه الاملاح، الصوديوم نزوله او هبوط الصوديوم او ارتفاعه، ما عندي سبب، سويت التحاليل، السكر، نزول السكر ممكن يؤدي الى حدوث التشنجات. لو ما كانت هذه الاسباب موجوده حدوث تشنجين هذا ياكد تشخيص الصرع، الا اذا كان طبعا نوع من المتلازمه اللي تصيب الاطفال. وبالنسبه حق سؤالك، صحيح ان بعض المرضى تيهم تشنج مو بالضروره نبلش علاج ويكون تشنج مره واحده حصل. النوع الاخر يحدث له تشنجات متكرره، على علاج واحد الامور تستقر. بعض المرضى نحتاج نزيد الجرعه، بعض المرضى نحتاج نضيف علاجات اخرى، وبعض الحالات الكومبليكيتد المعقده ممكن المريض يكون على 4 أدوية 8 أدوية وما يكون في فائده، خصوصا اذا كان في مثلا سبب في الدماغ، صار في مشاكل اثناء الولاده، امراض جينيه نادره اللي تسبب تشنجات مقاومه للعلاج احنا نسميها، واكيد بعضهم يلجؤون الى الحل الجراحي. ممتاز. دكتوره عندي الكثير من الاسئله لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث شيق مع الدكتورة نمارق يوسف الجاركي.
أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتورنا مارق كان نتكلم عن مرض الصرع، وتكلمنا عن أنواعه ومتى يكون متقدم ومتى يكون بسيط. دكتورة، ما أدري هل يوجد علاقة أو لا، لكن أنا بسألك السؤال. دكتورة، هل الأجهزة الذكية والارتباط أو الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية هل لها علاقة في زيادة أو وجود مرض الصرع؟ نعم، طب علاقة لا، ولكن هي محفز لحدوث التشنجات. دائما في بعض الأفلام تلاقي تحذير، هذا الفيلم يحتوي على مؤثرات مثلا ضوئية. دائما الإضاءات ممكن تحفز حدوث نوبة الصرع أو التشنج. السهر، عدم أخذ نوم كافي، السهر. دائما الطلبة يجون المستشفى وأيام الامتحانات في نوبات صرع يعانوا. ليش؟ لأن عدم النوم الكافي، قلق، ستريس، أيضا يحفزون نوبة الصرع. فنعم، الأجهزة الذكية، لعب الأجهزة الذكية، الإضاءة المستمرة ممكن تحفز نوبة الصرع. ممتاز دكتورة. دائما يعني كنا نسمع أن حتى إذا كانوا من فئة الأطفال يعانون من بعض نوبات الصرع المتباعدة، وقت ما يوصلون حق مرحلة متقدمة في شوي في السن، يعني وصلوا مرحلة البلوغ، يروح عنهم. صحيح. شنو السبب دكتور؟ بعض المتلازمات اللي هي في بعض المتلازمات للصرع تؤثر فئة عمرية معينة. الأطفال مثل ما ذكرت لك، السرحان أثناء المدرسة ممكن مع وصول فترة البلوغ يتشافى منه ويروح منه هذا المرض. في بعض الناس يبلش معهم بالأثناء البلوغ، وبعضهم في مرحلة من حياتهم ممكن يستمر. ومثل ما ذكرت، ممكن إنه فترة معينة ومع العلاجات، إذا استمر سنتين على العلاج من غير تشنجات نعيد التخطيط، إذا أموره تدريجي نسحب العلاج. ممتاز دكتورة. لو أنا الحين مثلا ولي أمر، يعني رسالة نوجهها حق أولياء الأمور، شنو يقدرون يساعدون أولادهم مثلا، أو أي مريض عندهم مثلا يعاني من الصرع، غير الناحية العلاجية الدوائية؟ صحيح. لايف ستايل مثلا، رياضة، هل لها تأثير إيجابي أو لا؟ طبعا، دائما نمط الحياة الصحي مفيد لكافة الأمراض، أيضا لمرضى الصرع. في بعض أدوية الصرع ممكن تسبب سمنة من أثارها الجانبية. صحيح. السمنة من أثارها الجانبية، اكتئاب من أثارها الجانبية، زيادة الشهية. فممارسة الرياضة يهني دورها مهم جدا، ليس فقط للمرض. طبعا ممارسة الرياضة لها أكيد دور كبير على خلايا الدماغ، وبالتالي التحكم في المرض، وأيضا لها دور كبير في نقصان الوزن، نمط حياة صحي. فبالتالي المريض يتفادى الأثار الجانبية اللي قد تسببها بعض الأدوية. ممتاز دكتورة. نصيحة أخيرة أبي منك حق كل اللي يعانون من هذا المرض، لأن في البعض يعتقد أن هذا الشخص إذا يعاني من هذا الشيء ممكن أنه هو ينعزل عن الناس، ما يدش مع المجتمع، ممكن يعزف عن الزواج. دكتورة، شنو نصيحتك لهم؟ مفهوم خاطئ، وبالعكس هني دورنا في التوعية. هو مرض شائع، وأكيد بإمكاننا أن احنا نتحكم فيه عن طريق الأدوية بإذن الله. بإمكاننا نعيش حياة طبيعية، ينتج فيها، يتزوج، يجيب عيال. حتى الأنثى اللي يكون معها والامرأة اللي يكون معها صرع قادر على الإنجاب والتربية وغير. فلا تخلي مرضك يعيقك في حياتك. ممتاز دكتورة، كلام تحفيزي وجميل جدا. أتمنى أن كل السادة المشاهدين يستفيدون من هذه المعلومات. دكتورة نمار يوسف جاركي، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.